هؤلاء اللاعبين هو حمد اليامي اللي سجل هدف ولا أروع في أول مبارياتنا في هذه التصفيات، يتحدث عن مواجهة المهمة غدا. مباراة بكرة مهمة، ما وصل للمرحلة هذه إلا هو فريق قوي، وإن شاء الله إحنا جاهزين لها الحمد لله. تنظيم من الكابتن سعد على النواحي الدفاعية، والحمد لله هذا سبب قوتنا في القوة الدفاعية. الحمد لله يعني المجموعة كلها تشكل فريق قوي، حسان وفراس يشكلون إضافة، وإن شاء الله حقق التأهل.